الاسباب الحقيقي هو الفار والى الامن سي فوز. لا لا لا، ده تدخل مع ده الامن، مش نكون صريح معاك، مع ده الامن، مع ده من اللي هبطنا في مطار طول قرطاج حتى الاخر، حتى الرحيل بتاعنا كان امنين احسن تامين. وقد ما نشكر قوة الامن، معناتها الامن، معناتها الفريق بتاع المغربي وشوية فهمني، وكانوا في مستوى عالي وفي مستوى اخلاقي كبير وتربية وكل حاجة فهمت، بالعكس فهمني. خلاص كي سي باسي سور لو تيران، هذيك حاجة يقيموها معناتها ناس اخرين، ما قيمهاش انا. انا اللي كانوا معنا الامنيين معناتها كانوا في موقف اكسترا اوردينير، كانوا معناتها قلت لك نشكرهم شوي.